صباح الخير. اليوم بدنا نبلش بمادة الفاينل يلي هي 8 و9 و10. بشابتر 8 بيحكي لك عن الستاتيستيكال انترفال فور سينجل سامبل. اوكي، يعني هون بشابتر 8 بيحكي عن عينة واحدة سينجل سامبل. يعني مثلا ممكن يكون عندك عدد العينات 100، ممكن ان وان كمان ممكن تكون 200، يعني وات ايفر. اوكي، هلا في اشي راح يحكي لك اياه يلي هو بداية بيحكي عن الاشي اللي بيهمني البروبابيليتي، احسب لها اللور ثيتا اقل او يساوي الابر. اللور دايما اللور لما يجي يحكي لك ممكن لقدام يجي يحكي لك احسب لي اللور ل مثلا مين وفاريانس مش معروفين، دايما اللور يلي على جهة اليسار، والابر دايما يلي على جهة اليمين. اوكي، الابر على جهة اليمين. هاي كلياتها بسميها الكونفيدنس انترفال، كونفيدنس انترفال واللي هي بتساوي 1 ناقص الفا، 1 ناقص الفا. هاي بسميها الكونفيدنس ليفل، كونفيدنس ليفل 1 ناقص الفا كونفيدنس ليفل. لما يجي يحكي لك احسب الكونفيدنس انترفال اللور والابر، ممكن هون مش انه هاي اللور والابر انا بحكي لك اياها، هون عم بشرح لك، بس لقدام رح تستخدم يمين. في عندك انك هون بيكون بدل ثيتا بيكون تحسب يا اما المين يا اما الفاريانس يا اما البي. فلقدام انك بس بدك تعرف شو هي اللور شو هي الابر، اللور يلي على اليسار والابر يلي هي على جهة اليمين. هاي شو بسميها لحالها؟ significant level، significance level. اوكي، هاي اسمه، هاد هو type 1 error. اوكي، هاد اول اشي اللي شارحه عندك في الدفتر بداية اللي بيهمني. اول اشي بيحكي لك في الكيس 1، في كيس 1 في عندك 4 cases يلي هي كيس 1 بيكون عندك المين مين عادي مش معروف، والفاريانس عندك يلي ايش معروف. فاللي طالب منك في كيس 1 انك تحسب ايش قديش قيمة المين، قديش قيمة المين. اوكي، في عندك 3-4 حالات. نبلش في كيس 1. كيس 1 واللي هي شو بتحكي لك؟ انه عندك اكس الها نورمال ديستريبيوشن بمين وفاريانس، بمين وفاريانس. المين مش معروف والفاريانس عندك معروف. طيب في هاي الحالة انا شو بعمل لما اعرف انه المين عندي مش معروف والفاريانس معروف؟ هلأ في عندك قانون عشان تحسب ايش قيمة المين. المين ده تكون على two interval، يعني two sided. اوكي، على two sided. اول اشي بتيجي بتحكي له x bar ناقص z الفا على 2 في الفاريانس على جذر ان. اوكي، اقل او يساوي عندك اكس بار زائد زد الفا على 2 في سيجما على جذر ان. انت عم تسأل حالك متى رح استخدم هذا القانون؟ هذا القانون لما يجي يحكي لك find the mean، لما يطلب منك احكي لك احسب ايش، احسب لي عندي المين وفاريانس معطيك اياه عادي، رقم عددي معطيك اياه. بهون بهاي الحالة بتستخدم هذا القانون. في حالة طلب منك احسب لي الأبر باوند أو اللور باوند، اللور ما احنا حكينا يلي هي على اللور يلي هي على جهة الشمال، هاي اللور. طيب بقول لك احسب لي الأبر، ما احنا حكينا الأبر يلي على جهة اليمين، هاي هي الأبر. طيب تمام، في عندك شغلة مهمة يلي هي انك تعرف الألفة هاي من وين بدك تجيبها. هو بيكون معطيك بالسؤال الكونفيدنس انترفال مثلا بتساوي 95%، ما احنا حكينا 1 ناقص الفا بتساوي 95%، ما احنا حكينا انه 1 ناقص الفا هاي كلياتها بسميها الكونفيدنس انترفال. طب انا يلي بهمني بس اوجد قيمة الفا، فبنقول الواحد لهي الجهة فبصير عندك الالفا اللي هي 5%. تمام؟ اوكي، سيجما هو بيكون معطيك اياها اللي هي الفاريانس، جذر الفاريانس بيكون الستاندرد ديفيشن بيكون معطيك اياها في السؤال، اللي هي بعطيك فاريانس معطيك اياها في السؤال. جذر الان اللي هي عدد العينات بتاخذ الجذر لها. الاكس بار هو بيكون معطيك اكثر من عينه مثلا 10 قراءات، انت بدك تحسب الاكس بار لها وبتقدر تستخدمها على الاله الحاسبه. بتسال حالك كيف بدي استخدمها على الاله الحاسبه؟ بعمل اون، تمام، بعدين مود، بعد المود بكبس رقم اللي هي state، بكبس رقم 3
بختار أول وحدة، واحد بدخل القيم اللي بدي إياها، 10 يساوي 20 يساوي 50 يساوي 60 يساوي 90 يساوي، بعدين بحط A C، دخلت القيم اللي بدي إياها بعمل C، بعدين بعد ال C بعمل Shift الواحد. شو طلع عندك؟ شو بدك تحسب؟ التايب ولا الداتا ولا السم ولا الفارينس؟ انا بدي ايش احسب؟ الفارينس. بكبس 4. هاي الاكس بار شو بعمل؟ 2. شو بيطلع لي؟ هاي الاكس بار بيساوي 46، طلع لي عندك الاكس بار. تمام، هاي عرفنا كيف نحسب هاي المعطيات. طيب في عندك كمان شغله ما اعطيك اياها في الدفتر، اشياء انت بدك تعرفها بس يعني مش مهمه كثير بس بدك تعرفها. مثلا السيجما، اذا زادت قيمه سيجما الطول يعني مدى الفتره راح يزيد، اللي هي عرض الفتره راح يزيد، اللي هي راح يزيد الويد، الويد عندي راح يزيد. اوكي، في اذا حاله السيجما زادت الويد راح يزيد للتايم. 2 حاكي لك اذا الفا عندك زادت زد الفا على 2 راح تقل، فمعناته الويد شو بده يصير فيه؟ بده يقل. اوكي، في حالة 3 بيحكي لك اذا عدد العينات زاد معناته عرض الفترة رح يقل. تمام، خلينا ناخد مثال موجود عندك في الكتاب وهو عطيك اياه في ايش في الدفتر. شو حاكي لك؟ هي عملية الماتاليك ماتيريال، هياتها في الكتاب موجودة، هيات السؤال ماتاليك ماتيريال ترانشن، اللي هي بيعطيك كم عينة؟ بيعطيك 10 عينات، معطيك 10 قراءات، 64.1 64.7 64.5 64.6 يلي هي whatever، يعني 10 عينات عندك هدول. اوكي، هلا في معطيك كمان في السؤال محكي لك ان a sound that impact energy is normal distribute with variance، معطيك اللي هي جذر الفاريانس، تمام، اللي يساوي عندك 1. تمام، اعطيك انه الفاريان هاي معطيك مهدول القراءات، خلينا نكتبهم، يلي هي 64.1 64.7 64.5 64.6 64.8 64.9 64.8 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
ندخل هاي القيم كلياتها مثل ما تعلمنا اول اشي، بنحط مود، بعدين بعد المود ثلاث ستيت، واحد فاريبل اللي هي بدخل القيم اللي هي هاي 64.1 يساوي 64.7 64.5 64.6 64.5 64.5. دخلنا القيم، بعد ما دخلنا القيم شو باجي بحكي له؟ بعمل شيفت واحد ستيت، بعدين بكبس اللي هي شيفت الستيت، شيفت الستيت، اوكي. بعدين بتوجد بتحط اللي هي شيفت مع رقم واحد، بيطلع عندك اربعة الفاريبل، بتاخد الاكس بار اللي هي 2، بتعمل يساوي، بتطلع عندك القيمة اللي هي مثلا 64.46، تمام؟ اوكي، هاي خلصنا حسبنا الاكس بار اللي هي بتساوي 64.46، وعندك معطيك في السؤال اللي هي الفارينس قيمتها واحد، وعندك عدد العينات يساوي 10، ومعطيك انه بيحكي لك الكونفيدنس انترفال اللي بتساوي 95%. كونفيدنس انترفال باجي بحكي له اللي هي 1 ناقص الفا بتساوي 95%، صح؟ فبنقول لها الجهة الفا بتساوي 5%. طيب هلا زد الفا على 2 انا ما معي اياها، طب هاي من وين بجيبها؟ بجيبها من الزد تيبل، بس لسه انت طلعت قيمة الفا فاقسمها على 2 بيطلع عندك 0025. فبروح على الجدول، بروح على جدول الزد تيبل، باجي على الزد تيبل بدور هنا بحكي وين يلي قيمتها 0025 هياتها، بوصل خط زي هيك اللي هي سالب واحد
وتسعة سالب واحد وتسعة مع إيش؟ مع الستة، تمام؟ مع الستة سالب واحد بوينت ستة وتسعين، فزد ألفا على اتنين سالب واحد بوينت ستة وتسعين طلعناها من الزد تيبل. هلا شو باجي بعمل؟ بعوض القيم في القانون يلي أعطاك إياه. هياتها شو باجي بحكي بهاي الحالة؟ بحكي إكس بار أنا طلعتها يلي هي قيمتها 64.46 ناقص زد ألفا على 2 اللي هي 1.96 اللي هي سالب 1.96 في سيجما اللي هي سيجما قديش؟ 1 على جذر العشرة. أقل أو يساوي مين؟ أقل أو يساوي، بس بغير هون بدل ما أحط إشارة سالب بحط إشارة موجب. فإكس بار 64.46 زائد اللي هي سالب 1.96 في 1 على جذر العشرة. فهاي كلياتها القيمة بتطلع عندك يلي هي كم؟ 63.84 أقل أو يساوي 2 أقل أو يساوي 65.8%. فهاي هي قيمة المين محصورة بين هاي الفترة وهاي الفترة. طيب غيره طالب منك إشي تاني؟ لا، هو بحكي لك بس طالب منك إنك تحسب We want to find the mean impact energy. كيف عرفنا أن نستخدم هذا القانون؟ حكي لك كيف بدي أحسب المين للإمباكت إنرجي، تمام؟ فإحنا حسبناها. طيب لو حكى لك أوجد الأبر باوند أو اللور باوند، فهاي الحالة لما يطلب منك احسب الأبر واللور باوند شو بتعمل؟ بيختلف القانون تماما، يلي هي تيجي بتحكي المين أقل أو يساوي، ده تكون زي هيك مثلا عندك المين أكبر أو يساوي من X بار ناقص Z ألفا في سيجما على جذر الأن. يعني بدل ما كنا إحنا نحط في القانون العام كنا نحكي ألفا على 2، هون لا منحط بس ألفا لحالها، يعني بدها تكون Z ألفا اللي هي 5%، مش 25 بالألف، لا 5%، تمام؟ فمعناته هاي لللور. في عندك قانون لللور والأبر، هاي لللور مين أكبر أو يساوي، المين أكبر أو يساوي X بار ناقص Z ألفا سيجما على جذر الأن، زي ما كنا نحكي بالقانون الأول، صح؟ إحنا كنا نحكي هاي المين اللي هون، هاي هي اللور وهاي الأبر، مش كنا نحكي هاي اللور وهاي الأبر. فأنا باجي بحكي المين أكبر أو يساوي من X بار ناقص Z ألفا، وفي حالة الأبر مين أقل أو يساوي من X بار زائد Z ألفا سيجما على جذر N. في عندك مثال في الكتاب اللي هي 8-3 حكي لك One-sided confidence، بده One-sided the same data for impact testing from example 8-1. يعني بيحكي لك ارجع ل 8-1 نفس السؤال، بس بده المين، بدك تحسب المين بس على One-sided. بس لمين بيحكي لك؟ معطيك الكونفيدنس انترفال اللي هي 1 ناقص ألفا بتساوي 95%، فألفا بتساوي 5% عندك. في عندك معطيك الإكس بار انت حسبته بالسؤال اللي قبل 64.46، عندك سيجما معطيك إياها بتساوي 1 وأن تساوي 10، أوكي؟ بيحكي لك إيش هي الفترة على الكونستانت لور، على اللور. اللور مين هي؟ يلي حكينا انه المين بيكون اكبر او يساوي اكس بار ناقص زد الفا سيجما على جذر الان. فبعوض المين اكبر او يساوي من اكس بار قديش اللي هي 64.46 ناقص زد 5% 1 على جذر العشرة. هلا بالجدول ايش اللي بتختلف؟ بس عندك القيمة هاي يلي لما اروح ادور في الجدول على 5% 5% هياتها اللي هي هون سالب 1.64 سالب 1.64 في 1 على جذر العشرة اللي هي 64.46 أقل أو يساوي المين. تحسبها بيطلع عندك المين أكبر أو يساوي من 63.94، وهيك أنت بتقدر تحسب الأبر بنفس الطريقة. في عندك مثلا ممكن سؤال يجي يحكي لك احسب لي عدد الان، احسب لي قيمة الان، تمام؟ لما يجي يطلب منك سؤال احسب لي قيمة الان، فالان بتساوي هذا القانون بدك تعرفه،
يلي هو زد الفا 2 لسيجما على اي الكل تربيع. هلا لما بدك تحسب عدد ايش؟ عدد العينات. طيب لما بدك تعرف كيف تحسب عدد العينات، اوكي هلا زد الفا 2 عرفناها، بتطلعها من الجدول وبيكون معطيك الكونفيدنس انترفال، السيجما هو بيكون معطيك اياها، هاي بسميها المارجن اوف ايرور، مارجن اوف ايرور، وإلها قانون يلي هو المارجن اوف ايرور بتساوي الاكس بار ناقص المين، اوكي اكس بار ناقص المين. طيب اكس بار ناقص المين تمام. هلا بيحكي لك في السؤال، هو طبعا احيانا بيكون معطيك اياها او بيكون معطيك مين واكس بار، فانت بدك تحسبها. فعدد العينات في سؤال 8.2 اللي هو سؤال في الكتاب الماتيليك ماتيريال ترانشن، بيعطيك انه بيحكي لك انه اي قيمتها نص، سيجما بتساوي 1، وزد الفا 2 اللي هي 1.96، يعني اوكي هدول مطلع لك اياهم معطيك اياهم تمام بكل اشي. فبتحكي ان عدد العينات بتساوي زد الفا 2 اللي هي 1.96 في سيجما 1 على الاي اللي هي نص، الكل تربيع، الكل تربيع، قديش بتطلع؟ 15.37. هاي كل اشي عن كيس 1 بشابتر 8. كيس 1 بدنا نعرف اللي هي ثلاث اشياء، اللي هي بيكون اكس الها نورمال ديستريبيوشن يلي له مين وفاريانس، الفاريانس عندك معروف والمين مش معروف، اللي بيطلب منك في السؤال تحسب له المين. بدك تستخدم انك تحسب تحسب المين على تو سايدد مش على وان سايدد، بتحكي اكس بار من جهه الابا من جهه اللور اللي هي اكس بار ناقص زد الفا 2 في سيجما على جذر الان اقل او يساوي اكس بار زائد زد الفا 2 سيجما على جذر الان، ده تكون اقل او يساوي، هون ده تكون عكسها. اوكي هاي على تو سايدد، لما يحكي لك احسب المين على ما حدد لك لا one sided، بس انت بتعرف معناته بدك تحسبها على two sided. اوكي وكمان حكى لك اشي، اذا سيجما عندك زادت عرض الفترة راح يزيد، اذا عندك الفا زادت زد الفا عتنين راح تقل والويدث معناته راح يقل، اذا عندك عدد الان زاد فمعناته الويدث عندك راح يقل تمام. هلأ بدنا نعرف على two sided، مش حكينا انه هاي الجهة بسميها اللور وهاي الجهة بسميها الابر. لما يجي يحكي لك احسب لي اللور لور باوند، احسب لي اللور باوند تمام، تاخذ هاي الفتره بس بدون على 2، بدون ما تقسم الزد، بدون ما تقسم زد الفا على 2، بدون ما تقسم على 2، يعني اكس بار ناقص زد الفا سيجما على جذر الان اقل او يساوي المين، يعني لما بدك تطلع زد الفا لما بدك تطلعها من الزد تيبل ما بتطلعها مقسوم الالفا مقسومه على 2، لا بتخليها زي ما هي. وهاي اللور لما بدك تحسب الأبر باوند إكس بار زائد زد ألفا 2 سيجما على جذر الآن أكبر أقل أو يساوي المين، هاي بسميها الأبر باوند تمام. وآخر إشي عرفنا إنك كيف تحسب عدد الآن، عدد الآن زد ألفا 2 في سيجما على المارجن أوف إيرور الكل تربيع، لما تحسب عدد قيمة عدد القراءات الموجودة عندك بيكون معطيك زد الفا 2 وسيجما وبيكون معطيك المارجن اوف ايرور، او ممكن يعطيك المين ويعطيك الاكس بار بقول لك احسب لي المارجن اوف ايرور. اوكي هاي خلصنا من كيس 1 في شابتر 8. كيس 2، كيس 2 عن شو بتحكي؟ اللي هي بيكون عندك كيس 2، كيس 2 بيحكي لك اوجد اللي عندك مين اكس الها مين الها نورمال ديستريبيوشن بمين وفاريانس، التنتين مش معروفين لا الفاريانس ولا المين، لا بيكون معطيك في السؤال لا قيمة المين ولا معطيك قيمة ايش الفاريانس في السؤال. بهاي الحالة شو بدك تعمل؟ بهاي الحالة بدل ما كنا نعمل standardization هون بدنا نعمل t standardization. اوكي اللي هي بتحكي انه t بتساوي x1 ناقص المين على s على جذر الان، ما بيهمني هذا الاشي، بكون حاصر قيمة، هون بكون طالب منك احسب المين بس هون مش معطيك لا variance لا قيمة الفارينس ولا قيمة المين،
بحصر الميم في الجهتين من يمين ويسار. الميم اكس بار ناقص واكس بار زائد، اوكي. هون تي الفا 2، هون فاصلة ان ناقص 1 اس على جذر الان. معطيك معناته قيمة الاس، معطيك قيمة الان، معطيك قيمة الكونفيدنس انترفل، وانت بتطلعها من الجدول. اي جدول هون بيختلف، مش راح تستخدم الزد تيبل، لا هون بدك تستخدم تي تيبل. تي تيبل فاكس بار زائد تي الفا 2 فاصلة ان 1 اس على جذر الان، اوكي. هاي هي عندك ال تو سايدد. لما يحكي لك احسب لي اللور، اللور هاي تحكي المين انها تكون اكبر او يساوي اكس بار ناقص تي الفا لحالها بدون 2 فاصلة ان ناقص 1 اس على جذر الان. طبعا هون مش طالب منك بهاي الحالة انك توجد على الوان سايدد، اوكي، يعني بس انك بدك تعرف هاي هي اللور وهاي هي الابر، بس بدون 2 ما بتقسم على 2، بتخليها تي الفا لحالها، اوكي. هون بس بدك تستخدم جدول التي تيبل يلي بيكون شكله في الامتحان عشان تعرف اللي هو بيكون شكله زي هيك، وهون بيكون معطيك في الجدول تي الفا فاصلة في، تمام، يلي هو هيات الجدول اللي هو تيجي على الجداول تحكي هاي لأ هياتها. هون الجدول الرابع يلي بيكون شكله زي هيك، يلي بيكون شكله زي هيك، إلو ألفا وفي، أوكي، اللي هي هاي أن ناقص 1 وهاي دا تكون ألفا، أوكي. طيب هسا خلينا ناخد مثال اللي هو 8 6. مثال 8 6، مثال 8 6 على هذا الإشي، واللي هو شو بيحكي لك عندك؟ معطيك قراءات، عدة قراءات معطيك، كم قراءة؟ 1 2 3 4 5 6 7 8، 22 قراءة معطيك ان بيساوي عددها 22 قراءة. طيب بعد ما جمعهم وحسب المين حسب اول اشي اكس بار لهم، اول اشي بتشوف عدد قيم كتير كبيرة بعدد ارقام كتير، بتستخدم الآلة الحاسبة بتوجد فيها الاكس بار، والاكس بار طلع عندك بهذا السؤال 13.71. طيب هلأ عطاك في السؤال شو حاكي لك؟ عندك عملية فيها 22 عينة، بيحكي لك احسب لي عنده اللي هي، ومعطيك قيمة الاس في السؤال 3.55، معطيك تحسب قيم 22 قيمة انت بدك تحسب الاكس بار لإلها، تمام، ومعطيك انه الكونفيدنس انترفال وان تساوي 22، معطيك الكونفيدنس انترفال اللي هي بتساوي كونفيدنس انترفال بتساوي 95%، وحاكي لك طالب منك انك تحسب We want to find the 95% confidence interval on mean، يعني بدك تحسب المين عند ال confidence interval 95%. احنا حكينا ال confidence interval اللي هي 1 ناقص الفا بتساوي 95%، اذا الفا بتساوي 5%، بس هون في السؤال حكي لك تي الفا 2 فاصلة ان ناقص 1، هو معطيك قيمة ان، فان ناقص 1 بتساوي 21، فتي الفا 2 5% اللي هي تي 25 بالالف و21. بهاي الحالة شو بروح على الجدول؟ هون بروح على الجدول، باجي هاي الانات بحكي هاي قراءة 21 بثبتها، بدور على 25 في الالف اللي هي 2.08 واللي هي بتكون 2.080. هاي هي بتكون تي الفا 2 فاصلة ان ناقص 1، هاي هي. تعوض شو ناقص عنا؟ عندك الاس معطيك اياها في السؤال، بس انك عليك تعوض، فالمين محصور بين وبينه مين ومين اللي هي 13.71 ناقص تي الفا اللي هي طلعناها من التي تيبل 0، اس معطيك اياها في السؤال اللي هي 3.55 على جذر الان اللي هي جذر ال 22.
هون 13.71 زائد 2.080 اللي هي 3.55 على جذر ال 22. بتوجد القيم فطلع عندك اللي هي 12.14 اقل او يساوي المين، اقل او يساوي 15.28. وهيك انت بتكون حسبت المين لهاي الحالة. فمعناته في الكيس 2 من شابتر 8 اللي بيحكي لك انه لا معك المين ولا معك الفيرينس، بطلب منك انك تحسب قيمة المين على التو سايد، انك تحسب المين على كونفيدنس انترفل اللي كنت معطيك اياها في السؤال. هون بهاي الحالة بتستخدم جدول التي تيبل يلي فرجيتك شكله وحكيت لك انه بيكون في عندك الفا وفي، في اللي هي عدد العينات ناقص واحد، والفا يلي انت طلعت معك اللي هي بيكون بعطيك الكونفيدنس انترفال، الكونفيدنس انترفال اللي هي واحد ناقص الفا. تمام، خلصنا من ايش كيس 2، ننتقل على كيس 3. هون طبعا ما كان طالب منك انك تحسب على الابر واللور، اوكي ما كان طالب منك انك تحسب على الاور واللبر. ننتقل على كيس 3 من شابتر 8. كيس 3 عن شو بتحكي لك؟ انك توجد الكونفيدنس كونفيدنس انترفال اون فيرينس اون فيرينس. بيحكي لك انه بهاي الحاله اكس لها نورمال ديستريبيوشن بمين وفيرينس. هون بهاي الحاله بيكون طالب منك انك توجد الفيرينس على الكونفيدنس انترفال اللي بيكون معطيك اياها في السؤال. تمام، هاي هي الفيرينس، اوكي هاي هي الفيرينس تربيع. طيب هون مثل ما حكينا بنحط تو سايدت اللي هي الفيرينس تربيع اقل او يساوي، مش مين هون طالب لانه منك تحسب قيمة الفيرينس. قانونه راح يكون كالشكل هاد، ان ناقص واحد اس تربيع على هاي الاكس. عارف شو هي؟ بدل ما كنا نستخدم الزيت تيبل او التي تيبل بدنا نستخدم تيبل اسمه تشي تيبل، شي تيبل. فهون اكس تربيع الفا على 2 ان ناقص 1، وهي الجهة نفس الاشي بس بدل ما تحط الفا 1 ناقص الفا على 2، فبتحط ان ناقص 1 اس تربيع على اللي هو شيت تيبل، هذا من الشيت تيبل بتطلعها، واحد ناقص الفا على 2 وان ناقص 1. هاي لتو سايدد، لما يطلب منك احسب الفيرينس ما يكون معطيك لا قيمة مين وما يكون معطيك فيرينس، بيكون معطيك احكي لك يحسب لي قيمة الفيرينس بهاي الاشي. بهذا هون بالسؤال بالكيس 2 كان يطلب من لا معطيك لا مين ولا فيرينس بس طلب منك انك تحسب المين. هون لا معطيك لا مين ولا فيرينس بس طالب منك انك تحسب قيمة الفيرينس. هاي على التو سايدد. لو طلب منك على وان سايدد، لو حكالك احسب الابر، فبتحكي سيجما تربيع اكبر او يساوي من ان ناقص واحد اس تربيع على شي تيبل واحد ناقص الفا ان ناقص واحد. هاي ايش اللور؟ هاي مش اللور، هاي بدها تكون عندك اللور بس بدل ما تحط واحد ناقص الفا اللي هي الفا لحالها بدل ما تقسم على اثنين. لو كان طلب منك احسب الابر، الابر اقل او يساوي ان ناقص واحد اس تربيع اللي هي من تشي تيبل واحد ناقص الفا وان ناقص واحد، بدل ما تقسم الكونفيدنس انترفال على اثنين وبدل ما تقسم الالفا على اثنين. اوكي تمام، في معطيك مثال في ال انت عم تسأل حالك وين تشي تيبل. تشي تيبل اللي هو هياته هيك بيكون شكله، عندك الفا وفي نفس الاشي بس انتبه على الديستريبيوشن يلي فوق يلي هياته، بيكون في عندك اكس فوق هياته على الشكل اكس تربيع والفا وفي. اوكي هون هاي كلياتها بسميها ان ناقص واحد وهون الفا، اوكي بس هاي شي تيبل وهون تي تيبل. اوكي طيب خلينا ناخذ مثال اللي هو الكتاب اللي هو 8 7. مثال 8 7 بيعطيك اللي هي عملية يلي شو بحكي لك عندك؟ معطيك قيمة أس تربيع. طيب لو كان معطيك قراءات
مجموعة من القراءات، أوكي؟ معطيك مجموعة من القراءات ومش معطيك قيمة الأستربيع. بهاي الحالة شو بتعمل؟ ما إحنا حكينا إنه في قانون عندك، الأستربيع بيساوي سميش ل x ناقص ال x بار الكل تربيع على n ناقص واحد. بس بدل ما تستخدمه على هذا القانون بتحسبه على الآلة الحاسبة مثل ما كنا نحسب ال x بار، أوكي؟ على الآلة الحاسبة بتقدر توجده، تمام؟ تمام. هلا بهاي الطريقه بتقدر تحسب ايش الاس تربيع، يا اما على الاله الحاسبه يا اما على القانون. على الاله الحاسبه اسهل لك، لا تغلط غلطه غيرك انه في امتحان السكن كان طالب منك تحسب اس تربيع بس ما كان امتحان مكفي انك تحسبه على القانون، بدك تعرف تستخدمه على الاله الحاسبه اللي هي بنفس الطريقه اللي حكينا فيها. المود على المود ثلاث ستيت، اختار واحد، دخل عدد القيم، دخلنا يساوي اعمل AC شيفت الواحد، بتاخد اربعة الفاريبل اللي هي اربعة الستاندرايزيشن اللي هي اربعة، يساوي خد ربعها قص اتنين، اوكي؟ وهيك انت بتكون حسبت الاس تربيع، اوكي؟ هلا في عندك مثل ما حكيتك انك تحسب قيمة اس، اوكي؟ نيجي على مثال 8 ل 7. شو بيحكي لك؟ عندك 20 عينه، انه عم اعطيك ان انها 20 بوتل. A sample of fill volume بيعطيك الاس تربيع لها في السؤال 0 0 1 5 3 الكل تربيع. بيحكي لك find fluid ounce if the variance of fill volume too large، بيحكي لك انه الفارينس كتير كبير. We will assign that the fill volume إلها normal distribution، بيحكي لك على ال upper، عندك يكون confidence interval على ال upper، confidence interval 95%، فمعناته لما يحكي لك يذكر لك في السؤال upper أو lower معناته بدك تحسب ال variance أو المين على ال upper أو ال lower، فهون طالب بحكي لك ال confidence interval على إيش؟ ال upper. دغري أنت لما تشوف كلمة upper في السؤال دغري بدك تروح على إيش؟ ال upper اللي هي سيجما تربيع أقل أو يساوي من n ناقص واحد s تربيع على x تربيع اللي هي واحد ناقص ألفا n ناقص واحد. مش بتقسمها على اتنين لأنه إحنا حكينا one sided، ما بقسمها على اتنين، أوكي؟ هلا اللي هي معطيك 95%، واحد ناقص ألفا بسميها ال confidence interval، صح؟ طيب بس هو بالسؤال حاطط لك واحد ناقص ألفا، مش طالب منك تحسب ألفا، لا، واحد ناقص ألفا، فبعوضها 95% نفسها. فسيجما تربيع أقل أو يساوي عدد العينات ناقص واحد اللي هي 19، في أس تربيع اللي هي 0 0 1 5 3 الكل تربيع على إكس اللي هي بدك تطلعها من الجدول، واحد ناقص ألفا 95%، أن ناقص اللي هي 19. كيف بدك تطلعها من الجدول؟ بتحكي بثبت رقم 19، هياته هاي 19 مع بمشي 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 مع مين؟ 95% اللي هي هون 10.12 اللي هي هاي كلياتها 10.12، فمعناته سيجما تربيع أقل أو يساوي 19 في 0.0153 الكل تربيع على كم؟ 10.12، فهي هي سيجما تربيع. فسيجما تربيع ده تكون أقل أو يساوي من 0.0287، بس أنا بدي إياها تحسب على الستاندر ديفيشن، فبتاخد إيش؟ الجذر التربيع لإلها، فبتصير سيجما أقل أو يساوي الجذر التربيع لهاي اللي هي 17%، أوكي؟ وهيك بنكون غطينا كيس 3. نراجعها آخر مرة، بيكون عندك كيس 3 الكونفيدنس انترفال اون ذا فيريانس، إلها النورمال ديستريبيوشن مين وفيريانس، الفيريانس عندك مش معروف وطالب منك إنك تحسب قيمة الفيريانس. الفيريانس تو سايدد، إنها بتكون الفيريانس أكبر من ان ناقص واحد اس تربيع على اكس تربيع ألفا على 2 ان ناقص واحد، خلينا نكتبها اللي هي الفيريانس تربيع أقل أو يساوي أقل أو يساوي يلي هي n ناقص واحد s تربيع على x تربيع ألفا على 2 n ناقص واحد، وحكينا هاي بطلعها من الشي تيبل. وهون نفس الاشي بس بدل
اكس تربيع اللي هي واحد ناقص الفا على اتنين، واحد ناقص الفا على اتنين وان ناقص واحد. هاي لتو سايدد. لما يطلب منك وان سايدد، لما يحكي لك احسب لوان سايدد، بتحكي لللور، هاي جهة اللور، بحكي سيجما تربيع اكبر او يساوي ان ناقص واحد اس تربيع على اكس تربيع الفا ان ناقص واحد، بتاخذ الفا بدون ما تقسمها على اثنين. لو حكى لك احسب لي اياها للابر، فسيجما تربيع اقل او يساوي من ان ناقص واحد اس تربيع اكس تربيع اللي هي واحد ناقص الفا ان ناقص واحد، تمام؟ بدل ما تقسمها على اثنين. هاي كل اشي غطيناه في هاي. لما يكون معك اكتر من قراءة او حكي لك ما معك الاس وطالب انك تحسب الفاريانس وما معك لا قيمة مين ولا فاريانس، بتستخدم على الاس الحاسبة بتحسب قيمة الاس تربيع. هاي اللور والأبر واللور وبس. وهيك بنكون غطينا بشكل كبير كيس 3. ننتقل على كيس اخر اشي من شابتر 8 واللي هي كيس 4. كيس 4 هون شو حاكي لك؟ انك تعرف اللي هو large sample confidence interval for a population probability، اللي هي بدك توجد الكونفيدنس انترفال للبوبوليشن البروبابليشن. لما بدك تحسب للبوبوليشن، فاكس الها مش نورمال ديستريبيوشن، بينوميال اللي هي الو ان وبي، يلي هو اخذنا بشابتر 3 على ما اتوقع او شابتر 4، اللي هي بيحكي لك انه تتذكر لما كنا نحسب المين لإله كنا نحكي اللي هي ان وبي. هون بهذا السؤال بيكون طالب منك انك تحسب قيمة البي، هون طالب منك انك تعرف قيمة البي. البي مجهولة وبدنا الكونفيدنس انترفال تاعتها. اوكي، هلا في عندك المين كنا ناخد اللي هو ان في بي، عدد العينات في البروبابيليتي. الفاريانس تربية اللي هي كنا نحكي ان في بي في واحد ناقص بي. طيب، وبدك تعرف كمان شغل البي هات يلي هي اكس على ان. اوكي، انت عم تسأل حالك شو بتهمني هاي الاشياء. انا راح احكي لك، راح هون بيكون طالب منك انك تحسب قيمة البي ومعطيك كونفيدنس انترفال وبدك توجد البي لإلها، فانت بتحصرها بين هاي وهاي. فشو بتحكي؟ بي هات اللي هي الاستيميتر للبي ناقص زد الفا على 2، يعني هون رجعنا للزد تيبل، تاخد الجذر لبي هات واحد ناقص بي هات على ان عدد العينات، وهون نفس الاشي بس بتحط زائد زد الفا على 2 الجذر بي هات واحد ناقص بي هات على ان. اوكي، طيب هلا اذا كانت هسه هون للتو سايدد، اوكي للتو سايدد، اوكي لما بدك تحسب التو سايدد، خلينا ناخذ مثال 8 8 مثال 8 8 اللي هي معطيك، احنا حكينا معطيك في السؤال معطيك عدد العينات بيساوي 85 او معطيك انه هذا سيرفيس فينيش، بيحكي لك انه هذا سيرفيس فينيش ذات از روفر ذان ذا سيفيسيكيشن الاو، اللي هي معناته معطيك قيمه اكس بتساوي قيمتها 10، تمام؟ معطيك قيمه هاي، فمعطيك الكونفيدنس انترفال، معطيك في السؤال الكونفيدنس انترفال بتساوي 95%، بس البي هات ما معك اياها. بهاي الحاله شو بتحكي؟ البي هات بتساوي الاكس على ان اللي هي 10 على 85 على 85. هيك طلعت بتكون 10 على تقسيم 85 بتساوي 11%، 11% يعني قربها ل 12 اللي هي بيطلع الجواب زي هيك 117، قربها بتصير 12. البي هات بتساوي 12%. اوكي، هاي طلعت قيمة البي هات ومعك عدد الان، معك الالفا على 2، لا انت معطيك الكونفيدنس انترفال اللي هي 1 ناقص الفا بتساوي 95%، فالفا بتساوي 5% على 2 25 بالالف. اوكي، طيب بتقول من اي جدول بدي استخدمها؟ اكيد الجدول الزد تيبل، بنرجع على اول جدول وبطلع منها القيم. في البي هات كم طلعت معي؟ اللي هي 12% ناقص زد الفا على 2 اللي هي ال 25 بالالف، اللي هي كم طلعت؟ اللي هي سالب 46 سالب 1 و 64، لا سالب 1.96 طلعت عندك الزد الفا على 2. الجذر بي هات كم طلعت معك؟ 12%،
في 1 ناقص 12% على ان عدد الان اللي هي 85%. اوكي، هلا 1 ناقص 12% كم بيطلع؟ 88%، اللي هي 12%. اوكي، اقل او يساوي، البروبابيليتي اقل او يساوي، بس انك عوض اللي هي زائد 1.96 تحت الجذر 12% في 88% على 85. بتحسب الجهتين اليمين واليسار. اوكي، 00509 اقل او يساوي، البروبابيليتي اقل او يساوي 0.2243، وهيك انت بتكون حسبت البروبابيليتي. طيب لو حكالك احسب لي ايش؟ احسب لي على اللور والابر. اوكي، لو طلعت هون حاكي لك احسب لي البروبابيليتي على الابر، تستخدم نفس القانون يلي حكيت لك اياه في الاول، بس بدل الفا على 2 بتحط الفا، بدل الفا على 2 بتحط الفا. بس في عندك شرطين بدك تعرفهم اذا بدك تحسب الابر او اللور، وطلعت بدك تعوض مكان الفا على 2 بدك تحسب الفا. طيب بس اذا طلعت عندك قيمة اللور اللي هي قيمة اللور ب اكبر او يساوي من زد الفا على 2 اقل او من ب هات 1 ناقص ب هات، على ان طلعت كل هاي القيمة، طلعت هاي القيمة اللي عندك طلعت عندك سالبة، معناته البروبابيليتي لازم انك سالبة لازم تعوضها ايش؟ قيمتها صفر. وإذا طلعت البروبابيليتي عندك أقل أو يساوي، طلعت عندك أكبر من 1، البروبابيليتي أقل أو يساوي طلعت هون أكبر من 1، الأبر اللي هي بدها تطلع زد ألفا، زد ألفا بدون هاي 2 طبعا، اللي هي جذر بي هات 1 ناقص بي هات على أن طلعت هاي أكبر من 1 لازم تعوضها قيمتها 1. أوكي، إذا طلعت أقل من 1 عادي بتحطها نفس ما هي، بس طلعت أكبر من مثلا طلعت 3 هون لا بتعوضها قيمتها 1. وهون إذا طلعت عندك سالب البروبابيليتي أكبر أو يساوي أقل من 0 هون معناته بدك تعوضها 0. تمام، وهيك بنكون خلصنا شابتر 8. بس ظهر في إشي بكيس 4 اللي هو بيحكي لك إنك كيف تحسب عدد الآن. فعدد الآن اللي هي زد ألفا على 2 على الإيمرجن إيرور اللي هي كل تربية. كيف بدك توجد الإيمرجن إيرور؟ اللي هي نفس الطريقة، بس هون في كمان مضروب عندك بي في 1 ناقص البي، هاي البروبابيليتي في 1 ناقص البي، فالإيمرجن أوف إيرور البروبابيليتي ناقص البروبابيليتي هات. طبعا هذا في السؤال بيكون معطيك إياها، أو إنك بدك تطلعها بيكون معطيك البروبابيليتي ومعطيك البي هات. أوكي، والبي هات حكينا إكس على أن، إكس على أن. فكيس 4 إكس إلها بينوميال ديستريبيوشن الأن وبي. هون بهذا السؤال بيكون حاكي لك احسب، حاكي لك احسب لي عندك البروبابيليتي، احسب البروبابيليتي للبوبوليشن بشكل عام. تمام، وبيحكي لك مثلا عندك بده على التو سايدد، حكينا البي اقل او يساوي انها البي هات ناقص زد الفا على 2 في جذر بي هات 1 ناقص بي هات على ان اقل او يساوي هون بي هات زائد زد الفا على 2 تحت الجذر ايش؟ بي هات 1 ناقص بي هات على ان. لو حكالك على one sided او تو على one sided upper او lower، بس بدل ما تعوض الفا على 2 بتعوض الفا. وعلى ما يطلب منك انك تحسب العدد الان اللي هي زد الفا على 2 على الايمرجن اوف ايرور في بي في 1 ناقص بي، طبعا بيكون معطيك اياهم السؤال، والاي انت بتطلعها اللي هي البي ناقص البي هات، او هو بيكون معطيك اياها في السؤال. واذا طلع عندك في الوان سايدد الابر، او اذا طلعت عندك اللور سالبه بتعوضها صفر، واذا كانت الابر عندك اذا كانت عندك الابر اكبر من 1 لازم تعوضها 1. وهيك بنكون غطينا اللي هو شابتر 8.